السلام عليكم. الحلقة الأولى من أولادنا بيربونا، ألف باء تربية. طبعا التربية هي نقطة التقاء ثلاث دوائر أساسية. الدائرة الأولى هي العادات الإيجابية، والدائرة الثانية هي دائرة الحب، والدائرة الثالثة هي دائرة القدوة. في منطقة التقاء الثلاث دوائر دول ببعض بيوجد دورك كأب وبيوجد دورك كأم. بتوجد المنطقة بتاعت تأثيرك، بتوجد قدرتك على التأثير في تربية أبنائك، وكلما اتسعت الدوائر كلما اتسعت منطقة تأثيرك، وكلما ساعد ذلك على نمو أطفالنا، نمو صحي واجتماعي وعقلي وجسماني وانفعالي، نمو صحيح. طب يا ترى ايه هي العادات الإيجابية؟ سلوكياتنا هي عبارة عن العادات، مش بس سلوكياتنا، ده أي حاجة تعودنا عليها وبنكررها وبتأثر في شخصيتنا، لأن الشخصية ما هي إلا محصلة لهذه العادات. فلو أنت عندك الكثير من العادات الإيجابية، إذن أنت من الأشخاص الناجحين، ولو عندك عادات سلبية هتكون من الأشخاص السلبيين. لأن اللي بيفرق الناس العاديين عن الناس أو الناس الفاشلين عن الناس الناجحين هي العادات بتاعت كل منهم. تخيل معايا لو احنا عودنا ابنائنا على مواعيد النوم والاستيقاظ مبكرا في الصيف وفي الشتاء، هل هيكون عندنا مشاكل مثلا في النوم في فترات المدارس او التمارين؟ طيب لو عودنا اولادنا على مواعيد الطعام وعلى نوعية الغذاء الصحي، هل هيكون عندنا مشكلة ان هم بياكلوا الحلويات الضارة اللي بتضر صحتهم، وهتواجهني مثلا مشكلة ان ابني مش بياكل غير بالمحايلة؟ هل هعاني ان انا همنعه من الحلويات دي ازاي؟ طيب لو انا عودت ابني على انه يساوي الاوضه بتاعته بعد ما يلعب، هل انا هعاني يوميا من ان انا ارتب الاوضه بتاعت ولادي؟ كل الحاجات دي لازم ان احنا نشوفها. ليه؟ عشان ننمي العادات الايجابيه. هنا بقى الف باء التربيه. عشان تتعلم لغه جديده لازم تتعلم الحروف الابجديه لهذه اللغه، عشان تتعلم الحساب لازم تتعلم الأرقام، عشان تتعلم أي مهارة لابد من إنك وتتعلم الأساسيات، عشان تبني برج عالي لازم تشوفه في خيالك الأول، وبعد كده تحط اللي انت شفته في خيالك ده على الورق، ثم تبدأ بعد كده تخطط للبناء خطوة بخطوة. الأمر ده هيحتاج إيه؟ تخطيط، متابعة لألاف الخطوات، لأن في النهاية انت عايز تحط اللي انت توقعته أو اللي انت تخيلته على الورق. طبعا بيحتاج كمان ان انت تشوف الخبرات بتاعت الناس السابقين اللي نجحوا قبلنا في البناء، عشان ما نقعوش في الخطأ اللي هم وقعوا فيه، وعشان اوفر الوقت والجهد والمال وتجنب الخسائر بتاعت الناس دي. الامر ده في كل شيء، حتى كمان في التربية. اذا لابد ان نبدأ من داخلنا ومن اذهاننا ومن خيالنا ومن افكارنا. عشان كده بقول ان ابنائنا هم مرآة لنا. هقول لك على مثال، ومثال خاص بي أنا. يعني أنا لاحظت يوميا أن ابني مش بيستخدم المنشفة بعد خروجه من الحمام، دايما بينشف إيده في الملابس بتاعته. وبصراحة قبل ما عنفه أو أوجه له أنه هو يعمل الفعل الصحيح، سألت نفسي هو جاب السلوك أو من أين أتى بهذا السلوك. قررت أن ألاحظ الناس اللي في البيت معايا، بابا وتيتا وجده، للأسف ما لقيتش حد بيعمل هذه العادة. وكالعادة نحن لا نرى عيوبنا، فقررت ان انا اسال جوزي ايه هي مصدر يعني السلوكيات اللي بيعملها ابني دي، فلقيته بيقول لي انت اللي بتعملي كده. طبعا سالته، طبعا مستنكره انا، قال لي انت اللي بتعملي كده. طبعا انا لا يمكن. بدات طبعا اراقب نفسي، لقيت نفسي فعلا انا بعمل كده. هنا بقى قبل ما اوجه ابني للسلوك الصحيح لازم انا اتغير، لازم انا اللي اغير من نفسي. وهنا بقول عشان كده هم اولادنا هو مرآه لينا. عشان كده بقول لك ان اولادنا دول صفحه بيضه، احنا اللي بنرسم عليها ونشكلها، سواء كانت بطريقه مباشره او غير مباشره. فاولادنا مرآه لعيوبنا ومرآه لينا ولافكارنا وللمخاوف بتاعتنا وطريقه تعبيرنا عن مشاكلنا وغضبنا والفرحه بتاعتنا، الثقه في النفس اللي احنا بنمتلكها، الطموح بتاعنا، الاخطاء بتاعتنا، كل ده احنا بننقله لاولادنا. انتبه معايا لحظه، ايه اللي كنت بتكرهه في اسلوب والديك في التربيه وانت صغير ووجدت نفسك بتعمله ولما كبرت واصبحت اب او اصبحت ام؟
احد الاباء قال لي انا كنت بكره طريقه بابا في التعامل معايا، ان هو كان بيتعامل بقسوه وكان في تجاهل، لكني دلوقتي بشوف نفسي ان انا نسخه منه وبسمع ابنائي بيشتكوا مني ومن شدتي ومن قسوتي. طيب اسالك حاجه تانية، ايه السلوكيات اللي ممكن يفعلها ابنائنا ونجدها نسخه من سلوكياتنا وانت او سلوكيات شريك الحياه؟ قالت لي احد الامهات ان طريقتي في الغضب والعصبيه بتاعتي والفاظي، بلاقي ان بنتي لما بتبقى غضبانه بتعمل كده، نفس الحركات ونفس التعبيرات ونفس الالفاظ. طيب اذا هل نحن من نحتاج الى تعديل سلوك ام ابنائنا؟ هذا السؤال بيذكرني بفكاهة. كان في رجل سكير، يعني كان بيأتي يوميا سكران ومضروب ضرب مبرح، وقبل ما يدخل غرفته عشان ينام كان بيقف قدام المراية عشان يضمد جراحه، فكان بيلصق اللاصق الطبي على زجاج المرآة محاولة منه ان هو يضمد جراحه. كانت زوجته لما بتستيقظ الصبح بتلاقيه او بتعرف اين مكان الجرح من مكان من المرآة، لانه كان بيضمد المرآة. هنا بقى هو حلنا او حال بعضنا عندما بنحاول ان احنا نعدل من سلوكيات ابنائنا وبننسى نفسنا، بننسى اننا اللي احنا اللي حطينا السلوكيات دي في ولادنا، مش بنعترف بان احنا الاساس في هذه السلوكيات. فاذا لازم نعترف بهذه الحقيقه عشان يتم التغيير، لان ما ينفعش ان انا اغير ما لا اراه ولا ادركه. جاتني احد المراهقات في استشاره وكانت بتعاني من الوحده وازمه ثقه ما بينها وبين مامتها، وقالت ان هي مش ممكن ان هي تحكي مع مامتها اي حاجه لانها فاقده الثقه. يا ترى عارفين ليه فاقده الثقه؟ هقول لك، انا مش هتتخيل السبب. كانت وهي صغيره عندها 4 سنين كانت بتروح حضانه، وكانت صاحبه الحضانه صديقه لوالدتها، وحدث امر كده في الحضانه، فراحت البنت وحكت لماما واكدت عليها ماما ما تقوليش لطنط صاحبه الحضانه. طبعا الام حكت لصاحبتها، وصاحبتها دي بدورها قامت وقالت للبنت ليه حكيتي لماما. اذا فقدت الثقة. إذا لازم هنا نعترف أن أولادنا هما نتاج لأفكارنا وقناعاتنا وطريقتنا، وما فعلناه كان يجب علينا ألا نفعله، وما كان يجب علينا أن نفعله لم نفعله، واللي قلناه كان يجب علينا ألا نقوله، وما كان يجب علينا أن نقوله لم نقوله. استنوني في حلقة جديدة من أولادنا بيربونا، مع تحياتي دكتورة إيمان السلاوسي.